تجدد الاشتباكات في مناطق بالعاصمة الليبية، ومصدر أمني يصف الوضع بالمأساوي في بعض الأحياء. الرئاسات الثلاث في العراق تدعو للحوار وتقديم تنازلات لحل الأزمة التي تهدد الأمن. والدفاع البريطانية تعلن تزويد أوكرانيا بمسيرات مائية لكشف الألغام الروسية البحرية. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة إخبارية جديدة من العربية، نبدأ فيها بالتطورات المتصاعدة والمتلاحقة في ليبيا. أفاد مصدر أمني ليبي بتواصل الاشتباكات في بعض مناطق طرابلس، مشيرا إلى أن الوضع مأساوي في الأحياء. كانت مصادر طبية ليبية أفادت بمقتل شخصين على الأقل في اشتباكات بين تشكيلات مسلحة في العاصمة الليبية. وأضافت المصادر أن 5 جرحى وصلوا إلى المستشفى من مناطق الاشتباكات، مشيرة إلى أن الإصابات بين المتوسطة والخفيفة. ونتابع مع حضراتكم العواجل على شاشة العربية، والتي نركز في جانب منها على بيان دبيبة الأخير الذي حمل فيه قوات بشاغة والأطراف العسكرية التي تتحالف معه مسؤولية انهيار المشهد الأمني. ويقول دبيبة أنه متمسك بالوجود في السلطة والحكومة، وأنه كانت هناك محاولات لإجراء لقاء بينه وبين بشاغة، وكان يتم التحضير لهذا الأمر، إلا أن مندوب بشاغة انسحب في اللحظات الأخيرة. على الجانب الآخر، قال جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي إن الاشتباكات في طرابلس تمنع مساعدة المدنيين وإحصاء الجرحى بشكل صعب للغاية بسبب الاشتباكات. من جهتها، طالبت بلدية طرابلس المركز المجتمع الدولي بحماية المدنيين في العاصمة الليبية، وحملت مجلسي النواب والأعلى للدولة والمجلس الرئاسي والحكومتين مسؤولية تردي الأوضاع. كانت بلدية طرابلس قد طالبت المواطنين منذ قليل بالبقاء في منازلهم. كما نتابع هذه صور للاشتباكات الليلية التي كانت قد تمت، إلا أن الشوارع في ليبيا تشهد الآن، وخاصة الشوارع المكتظة بالسكان، اشتباكات ما بين الميليشيا المسلحة. وكانت هناك دعوات من بلدية طرابلس ومن مركز الإسعاف في البلدية للمواطنين بضرورة البقاء في منازلهم، لأن الاشتباكات مستمرة في هذه الأحياء. بحث السفير الأمريكي في هذه الأثناء في ليبيا ريتشارد نورلاند مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنيفي أهمية تجنب الاشتباكات العنيفة في طرابلس وضرورة وقف التصعيد. وقالت السفارة الأمريكية إن نورلاند والمنيفي اتفقا على الحاجة الملحة لوضع اللمسات الأخيرة على قاعدة دستورية والتقدم نحو الانتخابات، وكذلك على أهمية إدارة عائدة النفط الليبي. وينضم إلينا من طرابلس العاصمة منير الأشهب مراسل عربية. مرحبا بك منير. دعنا منير في الصورة، يقال أن رقعة الاشتباكات تتوسع بشكل كبير في عدد كبير من الأحياء والمناطق السكنية في العاصمة طرابلس. نعم، أهلا بك. هي رقعة الاشتباكات كانت قد ارتفعت في ليلة الأمس وصولا إلى ساعات الصباح الأولى من اليوم. الآن بدأت يعني وتيرة هذه الاشتباكات في الانخفاض قليلا إذ ما قارناها بما حدث في ليلة الأمس. الآن بدأت الأضرار يعني تبدو واضحة للعيان، خصيصا من تدمير ممتلكات ومنازل المواطنين، يعني ما قرابة ما يفوق 60 إلى 70 سيارة مدنية قد دمرت من جراء الاشتباكات، خصيصا ما قلنا أن هذه الاشتباكات تجري داخل أحياء ضيقة يعني في وسط العاصمة طرابلس، مثل شارع الزاوية وسيدي خليفة وشارع الصليم وغيرها من الأحياء المكتظة والأحياء الضيقة يعني ذات الشوارع الضيقة. وهو ما بحسب يعني مصادر أمنية ما أكد وقوع 2 قتلى حتى الآن وخمسة عفوا مصادر طبية 2 قتلى وخمسة جرحى حتى الساعة، ولكن لا وجود لأي بيانات يعني رسمية من وزارة الصحة هنا في طرابلس، ولا وجود لأي بيانات رسمية، إذ ما استثنينا بيان دبيبة الأخير
أو بيان حكومة الوحدة الوطنية الأخيرة التي حملت فيه حكومة الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان التي يترأسها فتحي باشاغا مسؤولية ما حدث، سواء هي أو القوات المتحالفة أو المؤيدة لها. ويعني كل هذه الأحداث الآن يعني تشهدها طرابلس، يشهد المواطنون حالة من الرعب في وسط العاصمة، بينما تعيش باقي الأحياء حياة طبيعية إذ ما استثنينا مناطق التوتر الأمني ومناطق يعني النزاع المسلح الذي يحدث داخل وسط العاصمة. المناشدات يعني بوقف الحرب من المواطنين، وأيضا بتوفير ممرات آمنة للمواطنين العالقين دون أي جدوى، لم تتمكن الأجهزة الطبية وأجهزة الإسعاف والطوارئ من الوصول إلى المواطنين من أجل يعني فتح ممرات آمنة. حالات قليلة فقط التي تمكنت هذه الأجهزة الطبية من الوصول إليها بشكل أو بآخر وبتنسيق يعني مستقل عن باقي التشكيلات بحسب المصادر من داخل هذه الأجهزة الطبية. نعم نعم، أنت تذكر منير أن هناك تضرر لعدد من السيارات المدنية، المصادر تتحدث أيضا عن أضرار كبيرة في المقار والممتلكات العامة والخاصة بسبب هذه الاشتباكات. أنت قلت منير أن الوتيرة ربما هدأت عن مواجهات الأمس، ولكن بعض البيانات تشير إلى أن رقعة هذه الاشتباكات بدأت تتسع إلى شوارع جديدة، ليس فقط المناطق المعتادة ولكن شوارع جديدة في العاصمة طرابلس. نعم، يبدو أن هناك يعني بعض التأخير في إصدار مثل هذه البيانات، خصوصا إذا ما تحدثنا على بيان حكومة الوحدة الوطنية بعد يعني ما يقارب 12 ساعة من إصدار البيان، فهي تتحدث عن يعني ساعات طويلة حدثت فيها هذه الاشتباكات. هذه اللحظة والآن يعني رقعة هذه الاشتباكات بدأت تنحصر في أماكن معينة ووتيرتها بدأت تنخفض، الاشتباكات مستمرة ولكن منخفضة عن وتيرة الاشتباكات التي كانت تحدث ليلة أمس وساعات الصباح الأولى من اليوم. يبدو أن بعض البيانات تأتي متأخرة، يعني خصيصا أن هذه الاشتباكات بدأت في وقت متأخر من الليل، يبدو أن الحكومة لم طب هل صحيح على الأرض منير أن قوات دعم الاستقرار تحرز تقدما ميدانيا في هذه المواجهات؟ في الحقيقة رشا لا أستطيع أن أجزم بمثل هذه الأمور، لأن الاشتباكات متداخلة والاشتباكات يعني وسط أحياء العاصمة، فمثل هذه يعني التقدم والتأخر تبقى هي حرب شوارع بين هذه التشكيلات. لا نستطيع يعني تحديد من المنتصر أو من المتقدم حتى يعني تقف هذه الحرب بشكل نهائي، ونستطيع تحديد من تقدم ومن تأخر في أو من أخذ منه معسكرات أو انسحب من بعض المقار العسكرية التي كان يسيطر عليها. نعم، ابقى معي زميلي منير، سينضم إلينا أيضا من بنغازي المحلل السياسي أحمد المهداوي. مرحبا بك سيد أحمد، إلى ماذا ينذر هذا المشهد؟ هل يمكن بالفعل أن يقوم أحد الأطراف وليكن بشاغة على سبيل المثال بدخول العاصمة بالفعل في هذا التوقيت؟ أهلا وسهلا سيدتي. نعم، أعتقد بأن الحرب الآن أصبحت على المكشوف، بمعنى أن القوات التي تتقاتل الآن يعني ستكون لكل طرف فرصة لأن يثبت مدى قدرته على بسط نفوذ شرعيته. يعني الحرب الآن ستنتقل من حرب مجموعات مسلحة من الميليشيات داخل العاصمة طرابلس إلى حرب فعلية بين حكومتين، بين حكومة باشاغا وحكومة الدبيبة الباحثان عن الشرعية. يعني باشاغا شرعيته من مجلس النواب، وسيد الدبيبة يتمسك بشرعية الاتفاق السياسي. اعتقادنا بأن يعني فعليا سيستغل فتحي باشاغا هذا الصراع، وسيتم بالفعل الضغط من قبل القوات المتمركزة على تقوم العاصمة. نتوقف سيدي إذا سمحت حول بيان الدبيبة. الدبيبة يقول أو يكشف أنه كانت ثمة لقاءات وتنظيم بعض اللقاءات ما بين الجانبين، إلا أن مندوب باشاغا انسحب في اللحظات الأخيرة. على ماذا كان يتم؟ ما هي طبيعة الصفقة التي كان يتم الترتيب لها؟ نعم، هو المفاوضات أو الحوار اللي حصل ما بين باشاغا والدبيبة جاء برعاية محلية، برعاية مدينة مصراتة، كون إن الرجلان من نفس المدينة. حاول العقلاء في مصراتة أن لا يلجأ
فتحي بشاغة أو عبد الحميد الديبة إلى استخدام القوة. يعني في البداية السيد فتحي بشاغة كان متمسكا باستخدام قوة القانون، عندما فشل في دخول العاصمة بالشكل السلمي وفي الإطار القانوني لجأ بالفعل إلى استخدام القوة. هو الآن يعول على المجموعات المسلحة التي تؤيده لاستلام زمام الأمور لاستخدام القوة المطلقة، وهو تصريح حتى في بيانات تحريب بشاغة الأخيرة كان تمهيدا لما حدث اليوم وسيحدث الأيام القادمة. يعني تحريب بشاغة يتأسف على الأرواح التي ستزهق ويحاول بشتى الطرق أن يستمر المجموعات المسلحة التي تدعم عبد الحميد البيضة بأن لا تلجأ إلى استخدام السلاح والوقوف ضد قوات فتحي بشاغة التي تصر على استلام فتحي بشاغة لزمام الأمور. هذه المحادثات أعتقد بأن فتحي بشاغة متمسك بأن يستلم الحكومة في مقر رئاسة الوزراء في طريق الشط، عبد الحميد البيضة يتمسك بأن لا يسلم السلطة إلا وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي، وهو أن يكون هناك حكومة منتخبة. وأي شيء لم يقدم أي من الطرفان التنازلات يعني ليتيح الفرصة للتهدئة. الكل أو الطرفان يريدان فعليا أن يبقى على رأس الحكم أو السلطة. عبد الحميد البيضة ما زال متمسكا بشرعيته الدولية، بمعنى أنه هو جاء وفق اتفاق سياسي ولا يذهب إلا وفق هذا الاتفاق كما حدث مع فائز السراج. والسيد فتحي بشاغة متمسكا بأنه شرعي وهو جاء. طيب هذا هو الجانب السياسي، لنركز معا في هذه التغطية المباشرة على شاشة العربية لتطورات المشهد في العاصمة الليبية طرابلس. هناك تصاعد لهذا المشهد منذ الأمس، وأنتم مشاهدين تشاهدون معنا هذه الاشتباكات وإطلاق لقذيفة على إحدى المنازل في طرابلس. نشاهد. هذه هي صور كانت منذ قليل لشوارع العاصمة الليبية طرابلس، حيث تجددت الاشتباكات منذ الأمس بين ميليشيا مسلحة. كان بشاغة قد أعلن منذ أيام استعداده للدخول إلى العاصمة طرابلس. تصاعد المشهد الأمني بشكل كبير، قامت قوات الأمن التابعة لرئيس الحكومة المنتهية ولايته إدبيبة بالقيام بإغلاق الطريق الساحلي، ثم بدأت هذه الاشتباكات التي استخدمت فيها بالأمس أسلحة خفيفة ومتوسطة، إلا أن الاشتباكات الآن وعلى الأرض في بعض المناطق في العاصمة الليبية تشهد اشتباكات بالأسلحة الثقيلة. كانت هناك مناشدات منذ قليل من أجهزة الطوارئ والإسعاف للمواطنين بالبقاء في منازلهم. وفقا لمراسل العربية كان هناك تضرر لعدد من الممتلكات والمباني والمقار، بالإضافة إلى تضرر كبير لعدد من السيارات المدنية كما تشاهدون في الصورة. سيد المهداوي، اتساع رقعة هذه المواجهات لتمتد إلى عدد كبير من شوارع العاصمة الليبية طرابلس، هل يؤكد أن المشهد أصبح خارج السيطرة؟ بالطبع، هو اتساع رقعة الاشتباكات دلالة على العزم من قبل يعني كل طرف ينوي أن يسيطر وأن ينهي الصراع بأسرع وقت ممكن، حتى يعني بأقل الخسائر بمعنى أصح. نحن نتوقع اتساع دائرة الاشتباكات لتصل إلى مدينة الزاوية، كما تكون مدينة الزاوية الآن منقسمة. هناك تحشيدات من قبل كتائب الفعلي علي المدعو الفار، أيضا معمر الضاوي وعلي بوزريبة التابعان أو مؤيدان لحكومة السيد فتحي بشاغة لديهم أيضا التحشيدات العسكرية. يعني المشهد ينظر باتساع رقعة الاشتباكات لتصل إلى تخوم العاصمة طرابلس والزاوية أو حتى مدينة الخمسة التي تم إغلاق الطريق الساحلي عند بوابة عام حتى لا تأتي إمدادات وتعزيزات عسكرية من مدينة مصراتة إلى العاصمة طرابلس. كل هذه الأمور على الأرض تثبت بأن الصراع سيتسع ليخرج عن نطاق سيطرة أي من الطرفين. نحن نخشى فعلا أن يكون هناك خسائر بشرية من المدنيين، يعني المتضرر الأول والأخير هو المواطن. يعني حتى سيدتي وفق التقرير الصادر من حضرتكم أن الممتلكات المواطنين وأرواحهم هي المتضرر الأول. يعني صحيح. هذا شيء مؤسف جدا، لا يتم يعني إعطاء بمعنى حرص على حفظ الأمن.
تضرر عدد كبير من السيارات المدنية، من المباني السكنية. نعم. هذا هو المشهد. ناهيك عن المباني والمكتبات. صحيح. وغيرها، حتى المستشفيات لم تسلم، هناك نداءات استغاثة من بعض المصحات في طريق في شارع النصر لإخراج المرضى من العيادات الموجودة هناك. يعني الأمر يزداد سوء إن لم يكن هناك تدخل دولي فعلي، يعني بإرادة دولية لا ببيانات. يعني احنا لاحظنا بيان السفير الأمريكي أو حتى البعثة الأممية، بيان فضفاض، يعني لا يوحي بأن المجتمع الدولي راغب فعليا في إنهاء التوتر. حتى أنا الاتصال كان مع المجلس الرئاسي مع المنيفي، ليست هناك اتصالات من ريتشارد نورلاند حتى اللحظة مع حكومة دبيبة أو مع بشاغة. السيد المنيفي للأسف لا يملك من أمره شيئا، يعني السيد المنيفي وجد نفسه رئيسا لمجلس رئاسي مقيد الصلاحيات، هو فقط يجتمع ويصدر البيانات، لكن فعليا هل هو القائد الأعلى للقوى للجيش؟ لا يوجد جيش بمعناه التقليدي سيدتي في العاصمة طرابلس، هو من يسيطر على العاصمة طرابلس، مجموعات مسلحة لديها الأسلحة الثقيلة والخفيفة، الجيش لا وجود له في طرابلس لينهي التغول الميليشياوي داخل العاصمة طرابلس، لذلك السيد المنيفي سيكتفي فقط بالتنديد والاجتماعات، ولا يملك شيء على الأرض. يعني نحن كنا نتوقع أن السيد نورلاند يتصل مباشرة بالبيبة أو بذات بشاغة ليستطلع منهم حتى الاستطلاع فقط ماذا يجري في العاصمة طرابلس. طيب نحن نتابع الآن وسائل التواصل الاجتماعي في ليبيا، هناك مناشدات من عائلات تقول أنها محاصرة داخل مناطق الاشتباكات في العاصمة طرابلس، وهناك مناشدات وبلاغات من هذه العائلات لسرعة التعامل مع هذا الموقف. من الناحية الميدانية، القوة العسكرية الأكبر هل هي للميليشيا التابعة لبشاغة أم لدبيبة؟ هو داخل العاصمة طرابلس سيدتي، يعني المعطيات تدل على أن القوة الموجودة الكبرى داخل العاصمة طرابلس هي لصالح عبد الحميد الدبيبة، لأن الرجل الفترة السابقة بدأ يعني بغطق الأموال أو بإرسال الأموال بشكل كبير جدا لهذه الميليشيات، وأنشأ غرف عمليات رغم أنه يعني في وقت سابق ألغى غرفة العمليات في المنطقة الغربية، أنشأ غرف جديدة، أنشأ يعني كتائب عسكرية بمسمى آخر لواء ليبيا. يعني هو الآن أصبح يستخدم الأموال لشراء الذمم داخل العاصمة طرابلس. هناك يعني بالمعنى الأصح أن هذه الحرب جاءت استباقية من قبل دبيبة لإخراج كتائب الموالية للسيد فتحي بشاغة حتى يتسنى له مواجهة قوات بشاغة التي على تقوم العاصمة. هو يريد الحرب أن تكون خارج العاصمة طرابلس ويكون في موقع دفاع عن العاصمة، بمعنى كما يصفه هو الدفاع عن مقر رئاسة الوزراء، لا يريد المواجهة داخل العاصمة، لأنه يعلم تماما إذا دخلت القوات التابعة لبشاغة داخل العاصمة طرابلس سيصعب على قوات دبيبة مجابهة هذه القوات، لأنها آليات يعني. طيب سنتحدث عن السيناريو المتوقع خلال الساعات القادمة، ولكن اسمح لي أن أعود مرة أخرى إلى زميلي منير مراسل عربية في طرابلس. منير، دعنا في الصورة حول آخر التطورات، خاصة مع ما يبدو من استغاثات من الأهالي المحاصرين في بعض الأحياء السكنية والبلاغات التي يتقدمون بها الآن على صفحات التواصل الاجتماعي. منير، هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الصوت مرة أخرى مع زميلي منير، سنعود. ولكن نذكر حضراتكم بهذه الصور للعاصمة الليبية طرابلس منذ قليل، حيث اشتدت الاشتباكات بشكل كبير بين الميليشيات المسلحة، وأسفرت وفقا لبيانات رسمية كانت منذ ساعات بعيدة عن إصابة أو وقوع قتيلين وإصابة 5 من الجرحى. هذا العدد عدد سيكون متوقع أنه سيتصاعد، خاصة مع نداءات التي وجهتها هيئة الإسعاف والطوارئ للمواطنين بضرورة البقاء في منازلهم. كانت هناك بلاغات منذ قليل من عدد كبير من الأسر أنها محاصرة في شوارع العاصمة الليبية طرابلس، وهم يناشدون قوات الأمن بضرورة التدخل لوقف هذه الاشتباكات. هذه الاشتباكات أسفرت حتى اللحظة عن تدمير عدد كبير من المنازل المدنية، أيضا بعض المقار، أيضا بعض السيارات المدنية. هناك حجم كبير من الخسائر في
في العاصمة الليبية طرابلس منذ الأمس نتيجة تجدد هذه الاشتباكات. ما حدث منذ قليل كان بيان لدبيبة حمل فيه بشاغة مسؤولية هذا المشهد، وكشف عن أنه كانت هناك مفاوضات تتم ما بين الجانبين، إلا أن بشاغة ووفقا لبيان دبيبة انسحب مندوبه في اللحظات الأخيرة محملا بشاغة مسؤولية هذا المشهد. سيد أحمد، هناك سؤال مطروح الآن، موقع الجيش الوطني الليبي من هذه الاشتباكات، هل تعتقد أنه يمكن أن يتدخل لصالح طرف بعينه؟ وبالطبع التحليلات تشير إلى أنه سيكون متعاطفا مع بشاغة. نعم، هو شوف سيدتي، تصريحات الجيش الليبي كانت واضحة في وقت سابق وفي بيان السيد المسماري المتحدث باسم الجيش، أن لا علاقة للجيش الليبي بما يحدث في العاصمة طرابلس، واصفا إياه بأنه صراع سياسي. ولكن إذا تفاقم في اعتقادنا الوضع الإنساني والأمني في طرابلس، لا أعتقد بأن الجيش الليبي سيقف مكتوف الأيدي، بمعنى أنه سيتدخل لحماية الأرواح وحماية الممتلكات في ظل عجز القوات المسلحة بمعنى أصح داخل طرابلس. القوة الأمنية هي القوة الوحيدة الشرعية داخل العاصمة طرابلس، وهي عاجزة تماما عن سد هذا الانتهاك اللي تقوم به الميليشيات، لذلك هي غير قادرة على تلبية استغاثة المواطنين لحمايتهم أو لإخراجهم حتى من مناطق الاشتباكات. في اعتقادي أن القوات المسلحة إذا تفاقم الوضع وزاد عن المعقول سيتدخل في الوقت المناسب، لكن إلى هذه اللحظة. طيب اسمح لي أن نجدد فقط الحصيلة، وفقا لمصادر خاصة للعربية الآن تتحدث عن ارتفاع أعداد الجرحى إلى 10 من الجرحى في هذه الاشتباكات، كان العدد يتحدث في الصباح عن 5 من الجرحى نتيجة هذه الاشتباكات. المصادر تشير إلى أن العدد ارتفع الآن إلى 10 من الجرحى في هذه الاشتباكات التي امتدت بشكل كبير في عدد كبير من الشوارع في ليبيا. كانت هناك محاولة لبشاغة لدخول العاصمة ثم تراجع، هل ما يحدث هو تمهيد بالفعل لدخول بشاغة بالقوة إلى العاصمة طرابلس؟ نعم سيدتي، هو في وقت سابق كما أشرنا أن السيد بشاغة كان متمسكا بأن يدخل العاصمة بشكل سلمي أو كان يحول بمعنى صح إلى قوة القانون، ولكنه لاحظ بأن لا وجود لقوة القانون في العاصمة طرابلس كونها تقبع تحت سيطرة ميليشيات، فبالفعل لجأ إلى استخدام قانون القوة لأنه يعلم بأن ما يحكم طرابلس هو قانون القوة وليس قوة القانون، لذلك هو لجأ بالفعل إلى استخدام القوة وعقد التحالفات مع بعض المجموعات المسلحة حتى التي كانت مع السيد الدبيبة. هو في خطابه الأخير أرسل إليها رسائل طمأنة بأن لا انتقام ولا محاسبة لها إذا ألقت سلاحها أو لم تواجه قوات السيد بشاغة، هو سيلجأ إلى القوة، وقالها مرارا وتكرارا في بياناته الأخيرة. أعتقد بأنه استند فعليا إلى استخدام القوة حتى عن طريق يعني على لسان السيد. طيب نجدد أيضا بعض البيانات إذا سمحت لي ميدانيا، ارتفاع عدد القتلى في ليبيا إلى 3 بعد مقتل الفنان مصطفى بركة وإصابته برصاصة في صدره، كانت الأعداد في الصباح تتحدث عن قتيلين، ارتفعت الحصيلة الآن إلى 3 قتلى وأيضا 10 من الجرحى. كنا نتحدث منذ قليل سيد أحمد عن موازين القوى العسكرية إلى أي طرف تميل بشكل واضح المعادلات العسكرية، ولكنك ذكرت لي منذ قليل أن القوة ما زالت بيد دبيبة باعتبار أن قوته هي المتواجدة وهو من يسيطر على العاصمة طرابلس. هل ثمة اختراق من قبل بشاغة لهذه العناصر والأطراف العسكرية المنتمية لدبيبة؟ نعم، هو هذا ما جعل السيد الدبيبة يعطي أوامر للمجموعات التابعة له بأن تبدأ العملية العسكرية، لأن المجموعات أصبحت تتزايد في العاصمة طرابلس، المجموعات المسلحة المؤيدة لبشاغة، وهو ما يخشى السيد الدبيبة أن يجد نفسه محاصرا من هذه الميليشيات، هو يريد إخراجها من داخل العاصمة ليتواجه مع من هم سيأتون من خارج العاصمة، ويعلم تماما إذا حدث مواجهة مسلحة أو حرب تقليدية فعلية سيصعب على الدبيبة أن يتواجه مع الطرفان، ستكون مواجهة داخلية ومواجهة خارجية، ويحاول إخراج قوات التابعة لبشاغة من العاصمة طرابلس حتى يتسنى له مواجهتها تقليديا. القوة الآن داخل العاصمة كفة ترجع إلى صالح الدبيبة، ولكن القوة
التي سأتت أو ستأتي من خارج العاصمة، أعتقد بأنها قوة متكافئة، كون أن الرجلان من نفس المدينة والمدينة منقسمة، مدينة مصراتة، هناك من هم مع الزيبة وهناك من هم مع بشاغة. اعتقادنا بأن حرب ستكون حرب متكافئة من كلا الطرفين في الخارج. أما داخل طرابلس إلى هذه اللحظة الكبتة في صالح الزيبة، لأنه بالفعل مجموعاتها المسلحة المؤيدة له وفق أنه هو استخدم المال لشرائها أو لضمان ولائها، ستكون لصالحه حتى يستطيع الزيبة، يستطيع أصلا فتح بشاغة فعليا أن يقنع هذه المجموعات بأن تصف إلى صفه وأن تتخلى عن الزيبة وأن يعطيها وعود. لا نعلم ما سيكون الثمن الذي سيعطيه بشاغة لهذه المجموعات حتى تترك الزيبة وتصف إلى صالحه. لكن إلى هذه اللحظة داخل العاصمة طرابلس القوة لعبد الحميد الزيبة. أما إذا فعلا بدأت الحرب المجموعات اللي يقودها سالم إشحاع أو يقودها جويري أو يقودها معمر الضاوي وعلي بوزريبة، سيصعب على الزيبة مواجهة هذه القوات، لأنها ستكون قوات كبيرة جدا. حسب المصادر الواردة أن الآليات تفوق 1000 آلية عسكرية بين متوسط وثقيل هي من ستتواجه مع قوات الزيبة، وهي آتية أو موجودة بالفعل في محيط مطار طرابلس وموجودة بالفعل على تخوم العاصمة طرابلس. طيب ابقى معي سيد مهدوي، سينضم إلينا أيضا في هذه التغطية على شاشة العربية السيد فرج زيدان الباحث السياسي الليبي. مرحبا بك سيد فرج. نريد فقط أن نذكر مشاهدينا بالتطورات، بيانات من فرق الإسعاف تقول أنه يتم الآن إجلاء عدد من الجرحى من بعض المناطق السكنية التي تشهد اشتباكات واسعة. كانت هناك صعوبات كبيرة تواجه فرق الإسعاف في الوصول إلى المصابين لنقلهم إلى المستشفيات. الإسعاف الليبية تقول في طرابلس الآن أنها نجحت حتى اللحظة في إجلاء عدد من الجرحى، وأن عدد الجرحى بلغ حتى اللحظة 10 جرحى تم نقلهم جميعا إلى المستشفى وسط صعوبات كبيرة تواجهها فرق الإسعاف في الدخول إلى هذه الأحياء السكنية المكتظة بالسكان والتي تشهد اشتباكات كبيرة. كانت هناك نداءات عاجلة على صفحات التواصل الاجتماعي من الأسر الليبية التي تتواجد الآن ومحاصرة في منازلها لقوات الأمن للتدخل لفك هذا الحصار وإنهاء هذه الاشتباكات. سيد فرج، هذا المشهد هل ينذر بحرب مفتوحة أهلية بالفعل تعيد ليبيا إلى المربع رقم 1 إن صح التعبير؟ بداية تحية لحضرتك وبالجميع. يعني لا يمكن القول بأننا نذهب باتجاه سيناريو حرب أهلية، لأن المسألة منحصرة داخل مدينة طرابلس، ليست حتى طرابلس الكبرى، وأهدافها ودوافعها هي سياسية صرفة الآن بسبب تعنت عبد الحميد الزيبة ورفضه مبدأ التداول السلمي للسلطة. الآن نحن نترقب أن الترتيبات العسكرية من قبل الفصائل المسلحة الموالية لفتح بشاغة الآن لا زالت في إطار التجهيز واكتمال. هناك وضع خطة من خارج طرابلس في إطار ما يسمى بخلق القوس أو الهلال الناري، يبدو أن هي الآن تشهد لمساتها أو فصولها الأخيرة. لكن الغريب في الأمر الذي ربما يكون في صالح فتح بشاغة هو أنه في داخل طرابلس نفسه الآن نشهد بأن هناك بعض الكتائب المسلحة التي ربما لديها تواصل مع فتح بشاغة، وهناك كتائب أخرى تريد أن تكون على الحياد، ويحاول عبد الحميد الزيبة يغريها بالمال، فيكاد يكون منها ولاء عبد الحميد. الفصائل المسلحه الداعمه لعبد الحميد الزيبة هي اغني والكتكلي تحديدا. حتى بالامس المساله يعني محاوله اقتحام مقرات هيثم التجوري ليست بسبب ان هناك رمايه تمت على رتل يعني يتبع لعماد الطرابلسي المتحالف مع اغني وكتلي اللذين يدعمان عبد الحميد الزيبة. المساله لا، ان هناك شكوك فيما يتعلق بمساله ولاء هيثم التجوري وولاء النواصي والى غير ذلك، ومن ثم عبد الحميد الزيبة الان في اضعف يعني نستطيع اضعف حالاته الان بسبب كما قلت لك حاله التوتر، حاله الاستنزاف وحاله الاحتراب. الان الكتائب المواليه لفتح بشاغة في حاله راحه وفي حاله الان التجميع وفي حالة ترتيب الصفوف. في المقابل
أن الوضع الداخلي داخل طرابلس الآن منقسم فيما يتعلق بالكتائب التي كانت في السابق تحاول دعم عبد الحميد الديب. الآن أنا في تقديري بأن هذه المسألة لربما ستزيد من شراهة الفصائل المسلحة الموالية لفتح بشاغة بمحاولة قرب إعلان ساعة الصفر الآن، ومحاولة يعني تغيير الأوضاع بأقل من الخسائر. يبدو أن النقطة الآن هي محاولة فتح بشاغة لقيام حرب سريعة خاطفة واسعة النطاق. هذه المسألة تعتمد على محاولة جر الكتائب الموالية لعبد الحميد الطيبة في الداخل الطرابلسي، محاولة تسريع وتيرة هذه المسألة. هل تتوقع ثمة صفقة ما تتم ما بين دبيبة وبشاغة؟ هل يحاول بشاغة أن يفرض معادلة جديدة على الأرض في طرابلس وبعدها يبدأ اللجوء للتفاوض مع دبيبة لفكرة خروج دبيبة؟ لا، أنا أعتقد بأن الآن هناك يعني تأخر بالنسبة لعبد الحميد الدبيبة. نستطيع أن نقول مسألة التفاوض معه الآن يبدو أنها دخلت في ساعاتها الأخيرة. كان بإمكان عبد الحميد الدبيبة أن يتفاوض يعني عندما رسله فتحي بشاغة منذ يومين بكتاب طالبا منه مسألة الخروج الآمن الترتيب حول مسألة الخروج. لكن يبدو الآن أن وضع الدبيبة الآن يزيد يضعف، وموقفه ومركزه التفاوض الآن يزيد يضعف. وأنا أعتقد بأن الساعات القادمة الأخيرة لربما قد يعني تؤدي بتسريع مفاجآت الآن ومحاولة اقتحام الكتائب الموالية لفتح بشاغة التي الآن ترتب صفوفها الآن، والتي هي تطوق طرابلس من الخارج للدخول وإنهاء هذه المسائل من داخل طرابلس بشكل سريع. نعم، بيان دبيبة أشار إلى أن ثم التجاوب، يعني البيان ربما لم يوضح بشكل واضح، ولكنه قال أطراف عسكرية تحالفت مع بشاغة وتتحمل مسؤولية هذا. ما الذي يعنيه دبيبة بهذا الكلام؟ هل ثم اختراق تم للعناصر العسكرية الموالية لدبيبة؟ صحيح أصبت، وهذا ما أشرت إليه أنا في السابق الآن، أن الدبيبة الآن في أضعف صوره الآن، وهناك عملية تشكيك، وعملية التشكيك الآن هي التي أدت محاولة الهجوم على هيثم التجويد الذي يتهم بأنه لديه تنسيق وتواصل مع فتح بشاغة، بالتنسيق أيضا مع كتائب أخرى مثل كتيبة النواصبة. ومن ثم هذا الخطاب الدبيبة لا يتكلم فيه عن الفصائل التي أعلنت منذ فترة موالاتها ودعمها لفتح بشاغة، وإنما يتكلم عن الفصائل التي كانت في السابق الآن تعلن دعمها لعبد الحميد الدبيبة. الآن عبد الحميد الدبيبة متخوف أكثر تحديدا من ميليشيا ما نسميها بالأربعات 444. أنا أعتقد بأن الآن تحاول أن تقوم على الحياة، يحاول عبد الحميد الدبيبة إدخالها لأنها كانت في السابق تستخدم ككتيبة إطفاء حرائق أو نيران، الآن هي متأخرة. هذا التأخر الآن يبدو أن عبد الحميد الدبيبة بات يقلق منه بشكل كبير، لأنها كتيبة الآن تمتلك من العدد ومن العناصر ومن العتاد، ومن ثم وقوفها على الحياة على الحياد وعدم تدخلها لإطفاء الحرائق كما كان في السابق، أو أنها دعمها لعبد الحميد الدبيبة. أعتقد بأن هذا الأمر سيحسم المسألة بشكل سريع، لأنه لم يعد يتبقى مع عبد الحميد الدبيبة الآن إلا ميليشيا ما يسميها بدعم الاستقرار التي رأسها عبد الغني أكيكلي، وهي الآن في أضعف حالاتها، ويبدو أنها منحصرة في نطاقها الجغرافي المتمثل في حي بوسليم الآن. نعم نعم، ابقى معي سيد فرج، سنتابع أيضا التطورات. هذه طبعا صور سابقة منذ قليل ومنذ الليل لتضرر عدد كبير من السيارات، لكن ما نشاهده الآن هو فيديو متداول للفنان مصطفى بركة الذي يظهر في أسفل يسار الشاشة، وترددت أنباء منذ قليل عن مقتله بعد تعرضه للإصابة في الصدر. في بيانات مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى هذا الأمر. كانت الاشتباكات قد اشتدت بشكل كبير في شوارع العاصمة الليبية طرابلس منذ ساعات قليلة. الاشتباكات بدأت بالأمس بين الميليشيات المسلحة، ثم تصاعد المشهد بشكل كبير وسط أنباء عن وقوع 3 قتلى وعشرة جرحى حتى اللحظة. هناك صعوبات كبيرة تواجه الفرق الأمنية الإسعاف والطوارئ في الوصول إلى المصابين في هذه الاشتباكات، وكانت بيانات
وكاليات الإسعاف قد أشارت منذ قليل أنها نجحت في الوصول إلى بعض المصابين ونقلهم إلى المستشفى، إلا أن عدد كبير من الأحياء السكنية المكتظة بالسكان في العاصمة طرابلس ما زال يعاني من حصار شديد، وسط دعوات من الأهالي لمحاولة إيقاف هذه الاشتباكات وفك هذا الحصار. سيد فرج، أعود إليك مرة أخرى، والسؤال حول صمت المجتمع والقوى الدولية تجاه ما يحدث. في السابق لم يكن هناك موقفا دوليا واضحا يساند إما دبيبة أو بشاغة، وكأن الأطراف الدولية قررت أن تترك المشهد هكذا إلى أن يحسم أحدهما الموقف. صحيح، يعني نستطيع أن نقول بداية بأن المجتمع الدولي منقسم. هناك دول يعني لديها تواصل مع فتح بشاغة، وترى بأن فتح بشاغة هو رمة الميزان الآن، خاصة مع التغير الذي يحصل في العلاقات يعني الإقليمية. مثلا عندما نتكلم عن تركيا، الانفتاح الذي حصل مع دول الخليج العربي، تقدم بعض المحادثات الاستكشافية على المستوى الاستخباراتي والدبلوماسي مع مصر. أيضا عندما نتحدث عن بعض الأطراف الأخرى، فرنسا مثلا لديها تواصل مع فتح بشاغة، وإن كانت في الظاهر يعني تعلن بأن لديها تواصل مع عبد الحميد بيبة، لكن هناك أطراف أخرى. دعينا نتحدث تركيا مع من؟ تركيا يعني مع من في هذا الصراع؟ تركيا لاعب رئيسي في هذا تركيا الصراع. تركيا تعلن، صحيح صحيح، تركيا الآن بسبب أن الصراع الآن طرابلسي طرابلسي كما يقولون، ليست المسألة كما كانت في السابق القوات المسلحة، وبأنها دخلت القوات المسلحة يعني لمحاولة إنهاء هذا الوضع. تركيا ترى بأن مصالحها الآن مع أطراف في الغرب الليبي في ذلك الوقت، نقصد عندما بدأت عمليات القوات المسلحة في 4/4 من العام المنصرم الآن، لكن بسبب التغير كما قلت لك الإقليمي، والآن هناك تواصل يحصل بين القيادة العامة للجيش وقيادات عسكرية مع تركيا، وهناك ممكن ربما بدء العلاقات الدبلوماسية والقنصلية التركية التي لربما تفتح في بنغازي، فتح الأجواء، بالإضافة إلى ذلك الترتيبات بشأن الشركات التركية. تركيا ترى بأن حدودها البحرية المزعومة هي في شرق ليبيا وليس في غرب ليبيا. أيضا تركيا رغبتها في المصالحة مع مصر والتصريحات المعسولة التي تطلقها القيادة التركية باتجاه مصر، هذه المسألة تحقيق انطباع بأن تركيا الآن يفرض عليها الوضع الحياد الآن، وهي ترى بأن جميع الأحوال إن استمر عبد الحميد البيبة، عبد الحميد البيبة هو مستمر الآن في التعامل مع تركيا. إن انتصر فتح بشاغة، فتح بشاغة لديه علاقات مع تركيا، فتركيا الآن ترى بأن الاستراتيجية المناسبة لها هي الحياد، وإن كانت تفضل فتح بشاغة لأن فتح بشاغة هو الذي بإمكانه أن يفتح الطريق باتجاه الشركات التركية في الشرق الليبي وفي الجنوب الليبي، باعتبار أن فتح بشاغة لديه علاقات جيدة مع القيادة العامة للجيش، ولديه بالمقابل أيضا علاقات جيدة مع مصر ودول الخليج العربي. ومن ثم فتح بشاغة بإمكانه أن يحقق توازنا، وبأن عبد الحميد البيبة أصبح إذا ما انتهينا إلى نقطة ما أن عبد الحميد البيبة اختزلت سلطاته تماما، لم تعد أصبحت محصورة في بضع الكيلومترات الآن، هو فقد الشرق الليبي بالكامل، فقد الجنوب الليبي بالكامل، الآن طرابلس بأغلب جغرافيتها الآن هي تحت السيطرة الفعلية لفتح بشاغة. نعم، ولكن التحليلات كانت تشير دائما أن من يحكم يتواجد في العاصمة، وبالتالي هي القوى الحقيقية نظريا كانت تقال أنها للعاصمة، لذلك ربما يسعى بشاغة للدخول إليها. ابقى معي سيد فرج، سنطرح على سيد المهداوي ما طرحته منذ قليل. سيد مهداوي، سيد فرج يقول أن هذه ليست حرب مفتوحة بشكل كبير تعيد إلى الأذهان الحروب السابقة في ليبيا، ولكن ربما ستكون عملية عسكرية سريعة وخاطفة تمكن بشاغة من الدخول إلى العاصمة، هل تتفق معه مع هذا الطرح؟ نعم سيدتي، هو إذا نجح فعليا فتح بشاغة كما قلت في بداية حديثي، إذا نجح فتح بشاغة فعليا في استمالة الكتائب التي ما زالت مع عبد الحميد البيبة، أو أن يضغط بالفعل بكتائب الموجودة خارج طرابلس، سيجبر عبد الحميد البيبة على مواجهة ذو وجهين، مواجهة داخلية وخارجية، وهو أمر صعب على البيبة أن يتقبلها. لذلك هو يسعى فعليا أن تكون الحرب خارج طرابلس حتى يستطيع، أو يعني بالأموال التي يملكها يستطيع شراء دمام، ورجل يدفع بالملايين الدينارات لهذه الميليشيات، وكلنا يعلم بأن هذه الميليشيات لمن يدفع أكثر، هو يحاول بالفعل
أن يغدق بالأموال على هذه المنشآت حتى تبقى موالية له لآخر لحظة. ولكن البعض يعتقد أن ثمة اختراق قد تم للميليشيا الموالية له، وأن بشاغة نجح بالفعل في استماتة أو استمالة بعضها. نعم، هو كما قلت في بداية دخول سيد بشاغة لطرابلس واجه جميع كتائب طرابلس رفضت دخول عبد فتحي بشارة كونها كانت متخوفة منه، وصاحب عملية صيد الأفاعي أرسل خطابات طمأنة كثيرة، وآخرها كان يعني منذ وقت يعني أسبوعين السابقين حاول أن يطمئن هذه الكتائب بأنه لن تقام، وأن هذه الكتائب لو ألقت سلاحها أو لا تواجه السيد بشارة ستكون في منأى عن المساءلة. هو بالفعل بعض الكتائب لم تبدي رأيها بشكل واضح تجاه الحكومة الليبية برئاسة فتحي بشاغة، ولكن أنا ما زلت أتمسك إن إلى هذه اللحظة ما زال عبد الحميد البيضة لديه مصرف المركزي وما زال لديه الأموال، ومن يملك المال ويملك مقر الحكومة في العاصمة طرابلس هو من سيحكم. يعني على فتحي بشاغة أن يستغل الأوضاع الموجودة، هو تنازل عن فكرة استخدام القانون لدخول العاصمة وعاد إلى قوة أو قانون القوة، عليه أن بالفعل أن يبدأ فعليا عملية العسكرية، في ذلك ستتلخبط الأوراق لدى البيضة ولا يستطيع مواجهة القوة التي يملكها فتحي بشاغة. أنا قلت لك أن فوق 1000 آلية تابعة لفتحي بشاغة على تقوم العاصمة طرابلس، وهو المحيط مطار طرابلس لم تدخل للمعركة إلى هذه اللحظة. طيب، نائب مجلس الدولة حمل المجلس الرئاسي والحكومة مسؤولية هذا المشهد وهذه الاشتباكات، ما الذي يعنيه هذا الموقف؟ هل هو انحياز منه لصالح بشاغة أم ماذا؟ بالنسبة لمجلس الدولة، كل يعلم بأن مجلس الدولة منقسم، هناك من هم مع عبد الحميد بيبة وهناك من مع فتحي بشاغة، يعني حتى التوافق الذي حدث السيد خالد المشري تحديدا ما هو موقفه؟ نعم، خالد المشري الآن يحاول تفضل أسمعك سيد مهداوي. نعم، بالنسبة للسيد خالد المشري، خالد المشري يحاول أن يبقي على نفسه في المشهد السياسي، هو يترقب فقط من سيسيطر سيؤيده. يعني السيد المشري ليس لديه مواقف ثابتة، يعني في وقت سابق أيد الذيبة ومن ثم تخلى عن الذيبة وأيد فتحي بشاغة وتخلى عن فتحي بشاغة وعاد من جديد وأصدر بيان بأن من حق مجلس النواب أن يعيد. يعني ليس لديه مواقف أو بيانات ثابتة يستطيع الإنسان أن يتكهن بها، هو متقلب ومتغير، لذلك لا نعول كثيرا على تصريحات خالد المشري كونه فقط يبحث عن بقائه في رئاسة مجلس الدولة ومتخوف على مكانه فقط وغيره. هو يحاول أن يستميل من سيبقى أو من سيسيطر على مقر الحكومة. سترين أن السيد خالد المشري سيصدر بيانه مؤيدا لمن يعني يكون له الغلبة في آخر المطاف. نعم، هذا التجدد بشكل واضح واتساع رقعة هذه الاشتباكات وسط ما يبدو من صمت أمريكي غير حاسم لموقف كلا الطرفين، ما الذي يعني هذا الأمر؟ بالنسبة للموقف الأمريكي هو موقف ضبابي جدا، يعني تصريحات السفير الأمريكي السابقة عندما قال في تصريح له بأن لا مشكلة لدى الولايات المتحدة أن يكون هناك انتخابات في ظل وجود حكومتين، يعطيك إيحاء بأن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت شرعية لكلا الرجلين. هم فقط تركيزهم حتى في اجتماعهم الأخير مع السيد المثلي عندما تم سرد الأوضاع الأمنية عادوا من جديد إلى الموارد المالية، هم فقط تركيزهم على إدارة الموارد النفط، هم يريدون تمرير مشروع. طيب، وهذه نقطة مهمة وحساسة للغاية، نرجو أن نتوقف أمامها لأنها مهمة. كيف يمكن أن تكون تداعيات هذه الاشتباكات على المؤسسات النفطية الليبية؟ ولكن لنعيد ونذكر مشاهدينا إذا سمحت لضيوف الأعزاء ببعض المعلومات الهامة. مصادر عربية أشارت إلى ارتفاع حصيلة القتلى إلى 3 من القتلى و10 من الجرحى وسط نداءات من فرق الإسعاف والطوارئ لضرورة فتح ممرات آمنة لمحاولة إنقاذ
انقاذ عدد اخر من الجرحى نتيجه هذه الاشتباكات التي اتسعت بشكل كبير في عدد من شوارع العاصمه الليبيه طرابلس، وادت الى تدمير عدد كبير من السيارات المدنيه، عدد كبير من المباني السكنيه، وايضا تضرر بعض المقار الحكوميه وفقا لمصادر خاصه للعربيه حتى اللحظه. الاشتباكات ما زالت مستمره، عدد الجرحى يتزايد، صعوبات تواجه قوات الاسعاف والطوارئ في الدخول الى هذه الاحياء، ونداءات واستغاثات من الاهالي على شبكات التواصل الاجتماعي لفك حصارهم في هذه المناطق التي تبدو مغلقه حتى اللحظه ولا تتمكن قوات الاسعاف من الوصول اليهم. ينضم الينا من طرابلس السيد السنوسي اسماعيل المتحدث السابق باسم المجلس الاعلى للدوله في ليبيا، مرحبا بك على شاشه العربيه الى هذه التغطيه الخاصه للتطورات في ليبيا. سيد سنوسي، هذا المشهد الى ماذا يقول؟ هل نحن نتحدث عن حرب وصراع مفتوح ربما يدور لايام وربما لاشهر، ام ان احد الطرفين قادر على حسمه في هذه اللحظات؟ تحيه لكم طيبه ولكل الساده المشاهدين. هو ما حصل بالامس ولا زال الى الان الاشتباكات مستمره داخل قلب العاصمه طرابلس، او بالقرب الحقيقه من مركز العاصمه طرابلس في منطقه شارع الزاويه وشارع السريم وشارع النصر وغيرها. هذا يعني الحقيقه متكرر، يعني لنقل ان الامر ليس بجديد، هذه الصدامات المسلحه في ظل يعني وجود حكومه لم تكن الازمه الامنيه من ضمن اولوياتها. يعني حكومه السيده دبيبه التي انفقت حوالي 30 مليار دولار لم يكن من اولوياتها طوال هذه المده التعامل مع الأزمة الأمنية بحيث يكون هناك معالجة حقيقية لتضارب وكثرة التشكيلات المسلحة وتضارب صلاحياتها وتداخل مناطق نفوذها. طيب اسمح لي أن أشير إلى هذا العاجل على شاشة العربية تعقيبا على بيان دبيبة، بشاغة يقول أنه لم يرفض إجراء مفاوضات مع حكومة دبيبة، كان بيان لرئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة المنتهية ولايته أشار إلى أنه كانت هناك مفاوضات مع بشاغة وأن مندوب بشاغة انسحب في اللحظات الأخيرة وبالتالي حمله مسؤولية هذه الاشتباكات وانهيار المشهد الأمني. المفاوضات التي كانت تتم ما بين الطرفين، دبيبة يتحدث عن مفاوضات وبشاغة ينفي، ما الذي يعنيه هذا الأمر؟ الحقيقة بأن حينما نقرأ ربما آخر مناشدة ربما هي نسميها من قبل السيد بشاغة إلى السيدة دبيبة بأن يعني يتعامل مع قرارات مجلس النواب باعتبار الجهة السيادية التشريعية الأولى في ليبيا وكذلك بالتوافق مع مجلس الدولة، وأن يكون هناك تسليم واستلام سلمي وحضاري للسلطة. هذا النداء استجاب له دبيبة باستهزاء، بل إنه لم يرد حتى برسالة رسمية، إنما أجاب بتغريدة ربما هي نوع فيها نوع من الرفض المطلق تقريبا لكل محاولات حل هذه الإشكالية، ورفع شعار الانتخابات التي كانت ربما قد تصدق قبل 24 ديسمبر، ولكن حينما مر 24 ديسمبر وليس هناك انتخابات وثم 21 يونيو وهو نهاية زمن خريطة الطريق الممتد ل 18 شهر، إذا هنا نتحدث عن حكومة منتهية ولايتها وأكثر من ذلك فاشلة وأكثر من ذلك أنفقت العشرات. طيب اسمح لي أن نشير إلى العواجل على شاشتنا شاشة العربية، نحن نطرح على حضراتكم العواجل وفقا لبيان بشاغة. بشاغة يقول أن حكومة دبيبة فاقدة للشرعية بالنسبة للليبيين، ويتهم دبيبة بعدم الاستجابة للمبادرات المحلية والدولية لحل أزمة انتقال السلطة، وينفي رفضه إجراء مفاوضات مع حكومة دبيبة. المفاوضات التي يمكن أن تحدث سيد سنوسي، ما هي طبيعتها؟ هل تعني أن هناك عنوان عريض يقول الخروج الآمن لدبيبة، أم أن هذا الأمر غير مطروح في هذه اللحظات أو من المبكر طرحه الآن؟ لا، هو ليس مبكر أن تكون هناك أن يكون هناك قرار، هذا يتعلق بدبيبة نفسه إن أراد في أي وقت أن يجنب البلاد المزيد من المواجهات المسلحة من أجل استمراره في السلطة لا غير. يعني الحقيقة الذي استخدم القوة وملأ طرابلس وعسكرها وملأها سلاحا وملأها بعناصر لميليشيات من خارج طرابلس هو دبيبة. الحقيقة هو الذي بادر إلى هذه
لنقل حتى البدعة، لأن 10 حكومات قبله لم تفعل ذلك، كلها إما سلمت بسلاسة وبكل هدوء، أو أنه على الأقل لم تحدث مشاكل، يعني لم تحدث مشاكل في تسليم والسلام بين حكومتين، إلا في هذه الحكومة التي يريد السيد دبيبة أن تستمر إلى أجل غير مسمى. هو يتحدث عن انتخابات كأنه يمسك بمفتاح في طيب ما هو موقف مجلس الدولة برئاسة خالد المشري في هذه اللحظة؟ ما الذي يمكن أن نتوقعه؟ هل تميل كفة المشري الآن إلى بشغة أم إلى دبيبة؟ المشري كان في البداية قد أنجز ربما مرحلة مهمة جدا، وهي التعديل 12 الدستوري للتوافق مع مجلس النواب، وكانت هذه الحقيقة خطوة مشجعة جدا. لكن المشري بعد ذلك تراجع، يقال له أن هناك ضغوط من التشكيلات المسلحة عليه، ولكن في ظل الانتخابات الأخيرة وتجديد الولاية له من جديد، وأيضا صعود نجم ربما السيد ناجي مختار من منطقة الجنوب، أعتقد بأن المشري أصبح يتشجع شيئا فشيئا للعودة إلى التوافق بين مجلس النواب والدولة. ولكن صمته الآن أنا أفسره بأنه يعني يريد أن يمنح الفرصة لحكومة السيد فتحي بشاغة أن تدخل في أسرع وقت إلى طرابلس، لأن طبعا الضغوطات بكل تأكيد هي متواصلة إلى الآن على السيد المشري من أجل أن يؤيد حكومة دبيبة ويرفض حكومة بشاغة، وهذا ما لم يفعله إلى الآن. ولذلك أعتقد بأن التيار اللي نسميه التيار التوافقي داخل مجلس الدولة يعني أعتقد بأنه وإن كان الآن في وضع صعب، لكن الأمور بدأت تخف، الضغوطات بدأت تخف عليه شيئا فشيئا في إطار تفكك التحالف الذي قاده دبيبة بين مجموعات مسلحة تناصره وتريد أن يبقى تحت أي يعني مسمى، لأن النواحي القانونية بكل تأكيد قد استنفدت بالنسبة لدبيبة. هل تعتقد أننا أمام صراع ستحسمه فقط قوة السلاح الآن؟ والله إلى الآن نأمل أن يغلب صوت العقل، ولكن يبدو أن الأمور كما ذكرتي متجهة إلى الحسم بقوة السلاح، ولكن الحقيقة بأن هذا الأمر ربما يعني يتعلق لا يتعلق بهذه المواجهات التي نراها الآن، إنما القوات التي موجودة خارج طرابلس إلى الآن لم تقترب ولم تدخل طرابلس إلى حد الآن، وهي القوات التي تحمي أو تقود أو يقودها حكومة السيد فتحي بشاغة والأطراف المناصرة له السيد أسامة جويلي وكذلك هو سالم. هذه هي القوات التي على خارج الحدود، الكل يعلم أن لديه قوة كبيرة، ولكن في الداخل ميزان القوة لصالح من في هذه الشبكات التي تتم الآن؟ ميليشيا تابعة لبشاغة أم لدبيبة؟ هي لا، بالنسبة لما يحصل الآن هو اشتباكات لا نستطيع أن نتكهن تحديدا بنتائجها. طبعا ما حصل بالأمس هيثم التاجوري استعاد أو ربما صد الهجوم الذي قاده السيد غنيوة، وهذا مؤيد طبعا للسيد غنيوة مؤيد للسيدة دبيبة، ولكن أتصور في لحظة ما، لأن هذه جربناها من خلال عدة تغيرات بين حكومات، أتصور أن الولاءات ربما تتغير بين لحظة وأخرى، لأن غنيوة الكيكلي ليس لديه يعني اتجاه أيديولوجي أو مثلا لديه إصرار كبير أو ارتباط كبير بالدبيبة. أعتقد بأن بمعنى أن من يدفع المال سيكون له الولاء. نعم تسمعني؟ نعم أعيد السؤال فقط. أن من يدفع المال الآن للميليشيا سيكون له الولاء. هذه أمور لا أستطيع أن أقيمها بالتحديد، لكنني أتكلم هنا عن أن إمكانية تغيير الموقف حسب موازين القوة أعتقد بأنه وارد في أي لحظة. يعني ولاء هذه الميليشيا لتشرح لنا، ولاء هذه الميليشيا لمن؟ هو السيد غنيوة معروف بأنه يوالي السيد دبيبة ويحمي حكومة السيد دبيبة، بل إنه ربما هو إذا تخلى عن السيد دبيبة فإن دبيبة لن يبقى له شيء في طرابلس تقريبا، يعني لأن كل الكتائب الأخرى إما أنها موالية للسيد بشاغة أو أنها هذا هو تعقيد المشهد في ليبيا. وربما أعود إلى السيد المهداوي في هذا الأمر، نحن لسنا أمام قوات نظامية حكومية كالداخلية أو الجيش تابعة بشكل واضح للحكومة، نحن أمام ميليشيا مسلحة، البعض منها يدين لهذا الطرف بالولاء والبعض الآخر يدين للطرف الآخر بالولاء.
كيف يمكن التعامل مع مشهد هكذا أمنيا؟ هذه هي المشكلة الرئيسية التي تعاني منها ليبيا. يعني عندما نتحدث عن وضع أمني أو إحساس المواطن بالأمن في ليبيا فهو متأرجح، لأن زمام الأمور متروكة لمجموعات مسلحة لا تنصاع للقانون ولا تستطيع أن القانون أن يقيمها أو حتى أن يقيد تحركاتها. لذلك هذه الميليشيات ستتعامل مع الموقف وفق ما تراه هي مناسبة، يعني دون أي اعتبارات أخرى. وأمر معقد جدا سيدي، وعندما نتحدث عن مجموعات مسلحة لا أهمية للحياة الإنسان أو المواطن أو ممتلكاته في حساباتها، فالأمر سيكون معقد جدا في طرابلس. هنا سيد الديبة من أجل أن يبقى في السلطة سيقوم بدفع الأموال لهذه الميليشيات حتى يبقى، ولذلك المشهد سيزداد تعقيدا إن لم يكن هناك تدخل دولي فاعل لإنهاء الوجود الميليشياوي وإنهاء السلطة الميليشياوية داخل العاصمة طرابلس. وهي يعيدنا إلى الوراء، لماذا كانت الحرب منذ البداية حرب القوات المسلحة على طرابلس؟ هذا السبب الرئيسي، هو إنهاء الوجود الميليشياوي داخل العاصمة طرابلس، رغم أن الكل شن حملة شعراء. نعم. طيب ابقى معي سيد المهداوي، لدي سؤال قبل الانتقال إلى مشاهد حية وتجمع هذه الاشتباكات لنا منذ الأمس وحتى هذه اللحظات. لدينا مشاهد وصلت إلينا منذ قليل لهذه الاشتباكات التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس، قلب العاصمة، في عدد كبير من الأحياء والمناطق السكنية يشهد هذه الاشتباكات. Hold on, look out!